نتواصل وإياكم من خان يونس جنوب قطاع غزة. نتواجد في مشفى ناصر الطبي، وما زالت الاتصالات مقطوعة عن قطاع غزة بشكل كامل. أيضا هناك قصف عنيف في شمال قطاع غزة، وأيضا في مدينة غزة الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على عدد من الأهداف المدنية، وأيضا أغارت على مفترقات طرق رئيسية في غرب مدينة غزة، تحديدا في منطقة المشتل ومنطقة أبراج المقوسي، كذلك نهاية شارع المخابرات غرب مدينة غزة. لا زال الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافا في شمال قطاع غزة، تحديدا في بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون، إضافة إلى ذلك بأن المدفعية الإسرائيلية تقصف أهدافا عسكرية وأهدافا مدنية في هذه اللحظات. من بين هذه الأهداف أراضي تتبع للمواطنين، تحديدا شرق جباليا وشرق بلدة بيت حانون. هذا القصف وهذا التصعيد كله يتزامن مع وقف جميع وسائل الاتصالات عن قطاع غزة وقطع لشبكة الإنترنت وأيضا الاتصالات الخلوية والأرضية. هذا الإجراء الذي اتخذته إسرائيل مساء هذا اليوم تسبب في حالة خوف كبيرة لدى السكان في قطاع غزة ولدى الأوساط الشعبية وأيضا لدى الأوساط في صفوف الفلسطينيين في الداخل وفي الخارج. أيضا غزة نتحدث عن قطع كامل لكل شبكات الإنترنت والاتصالات. هذا الإجراء تمثل أيضا في إرهاق المنظومة الصحية. نتواجد هنا في مشفى ناصر الطبي، وما زالت سيارات الإسعاف تقف هنا على أهبة الاستعداد حتى تصل إصابة حتى تصل سيارة مدنية تنقل الإصابات نتيجة قصف بين الفينة والأخرى، ومن ثم سيارات الإسعاف تنطلق بعد أن يسألوا ناقل هذه الإصابة أين الاستهداف. هناك ضعف كبير في التواصل مع المنظومة الصحية. أيضا سيارات الإسعاف توقفت عن العمل بشكل كامل بسبب عدم تلقيها أي اتصالات من المواطنين يفيد بوقوع إصابات أو ضحايا في القصف المتواصل على غزة بين الفينة والأخرى. نقف في خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي تبعد عن وسط المدينة ما يقارب 25 إلى 30 كيلو متر، ولكن نسمع بين الفينة والأخرى أصوات الانفجارات الكبيرة الناجمة عن قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف أهداف وقصف طرقات وقصف أيضا منازل في مدينة غزة، تحديدا في منطقة مخيم الشاطئ ومنطقة الكرامة وشمال قطاع غزة وبلدة العطاطرة إلى الغرب من بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية بين الفينة والأخرى إطلاق الصواريخ اتجاه البلدات الإسرائيلية كرد على هذا القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. لقناتي العربية والحدث، محمد عواد، غزة، فلسطين.